هذا يسأل هل يجوز أنه يعتمر عن جدته؟ هل يجوز لي أن أعتمر عن جدتي؟ نعم، إذا كنت اعتمرت عن نفسك وجدتك ميتة، جدتك ميتة أو حية لكنها عاجزة ولا تستطيع العمرة بنفسها، ما تستطيع العمرة بنفسها، أو هي ميتة وأنت اعتمرت عن نفسك، يجوز أن تعتمر عنها وتعمل بالعمرة عنها مثل ما تعمل بالعمرة عن نفسك، سواء بسواء، تحرم بنية الإحرام عنها وتطوف وتسعى وتقصر بالنية عنها. نعم.